السيدات والسادة، مساء الخير. نود أن نلفت عنايتكم بضرورة إغلاق الهواتف المحمولة وبأنه يمنع التصوير بدون أو مع فلاش. دار الأسد للثقافة والفنون تتمنى لكم سهرة ممتعة. شكراً. Ladies and gentlemen, good evening. We would like to draw your attention to turn off your cell phones and please not to use any camera with or without a flash. Dar al-Asad for Culture and Arts welcomes you all. Thank you. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous prions d'éteindre vos portables et nous vous rappelons qu'il est interdit de prendre des photos avec ou sans flash. Dar al-Asad pour la culture et l'art vous souhaite une bonne soirée. Merci.
أسعد الله مساءكم بكل خير. علمتنا الحياة أن نعالج الأشياء بضدها، فالظلمة تعالج بالنور، والجهل يعالج بالعلم، والداء والألم يعالجان بالدواء. ونحن اليوم نرسل إلى وطننا علاجاً يداوي آلامه، نرسل له من يصنع لمرضاه الدواء، من يعيد بناءه، من يبني مؤسساته ويحسن إدارتها. ثلة من أبناء وطننا الحبيب سلاحها العلم والمعرفة، تشمر عن سواعدها لخدمة وطنها بكفاءة واقتدار. إنها دفعة الأستاذ الدكتور عبد الله واثق شهيد، ذاك الرجل الكبير الذي قدم لوطنه الكثير الكثير. تتشرف هذه الدفعة باسمه ليكون الأسوة والقدوة. ويزيد هذه المناسبة رفعة أن يحضرها كوكبة من أهل العلم والمعرفة، فترحبنا الحار بالأستاذ الدكتور بطرس ميالة، معاون وزير التعليم العالي ممثل راعي الحفل. وترحيبنا أيضاً بسادة الأساتذة رؤساء الجامعات ونوابهم، وأصحاب الفضيلة والسماحة مدراء المجامع الشرعية. ولن ننسى أبداً الترحيب بأولياء أمور أبنائنا الخريجين والطلبة الذين لهم الدور الأساسي في توفير المستلزمات الدراسية لأبنائهم من أجل المواظبة والتحصيل العلمي. يشاركنا الحفل الأوركسترا بقيادة الأستاذ عدنان فتح الله. عليكم سلام، أبد أن تذل النفوس الكرام، عريض العروبة بيت حرام، وعرش الشموس حما لا يقام. والشام المجاورة تحامي السماء بعالي السلام، والشام المجاورة وروح العطاء رقيب عتيق، فوز الرباط وماضي مجيد وروح